ولتسليط الضوء على بيان هيئة علماء المسلمين بشأن اقتراض الحكومة في بغداد لسد العجز في الموازنة، معنا هاتفيا من اسطنبول دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين. مرحبا بكم دكتور عبد الحميد. إذا الهيئة أكدت في بيانها أن قانون الاقتراض لا يجدي نفعا في حل الأزمة الاقتصادية. إذا لماذا تعمد الحكومات المتعاقبة لهذه الحلول الترقيعية ولا تنظر إلى أساس المعضلة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. يعني السؤال هذا ربما مرتبط بسؤال آخر، وهو من المتسبب بالأزمة الحالية أو الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق؟ هل هي أزمة طبيعية ناتجة عن أزمة عالمية اقتصادية فقط فحسب، أم هي أزمة بسبب قلة الموارد الاقتصادية للعراق؟ نعم. الجواب لا، إنما الحاصل اليوم الأزمة الاقتصادية العراقية سببها سوء إدارة هذه الحكومات المتعاقبة، وكل يكمل بعضها البعض، سوء الإدارة بل الفساد والتعمد في نهب أموال العراق. إذن لأجل هذا الفساد، لأجل ديمومة هذا الفساد، ولأجل فتح باب آخر من أبواب نهب المال العام، يأتي هذه القضية، قضية الاقتراض من أجل ملء أرصدتهم أو تعويض أرصدتهم للنقص الحاصل بسبب الأزمة الآنية التي حصلت مؤخرا. ولكن رب سائل يسأل من ناحية أخرى، هل تملك الحكومات المتعاقبة لنقل رؤية اقتصادية واضحة؟ ولماذا تتراكم هذه الأزمات الاقتصادية بالرغم من أن العراق يعد أغنى دول المنطقة؟ يعني برغم أنه هنالك أغنى، العراق أغنى منطقة أو أغنى دولة في المنطقة، والإيرادات أو الواردات الاقتصادية الضخمة، إلا أننا نرى جانبان. هما الأمر الأول غياب هذه الرؤية الاقتصادية، لأن لا تريد هذه الحكومات، أولا لا تريد أن تبنى دولة، لا يريدون للعراق أن يكون دولة قوية واقتصادها قوي. ثانيا، انشغالهم بالفساد وبالنهب هو اللي أدى إلى مثل هذه النتائج، ولا سيما أن هنالك دولا إقليمية وتحديدا جارة السوء إيران هي التي تسعى إلى نهب ثروات العراق واستغلالها وإضعاف العراق لكي يكون أيضا سوقا لصادرات إيران. فكل هذه العوامل هي التي أدت إلى أن يصل العراق إلى مثل هذا الأمر. فلا يوجد لا رؤية اقتصادية، لا بناء اقتصادي، لا معالجات اقتصادية حقيقية وتخطيط اقتصادي، رغم ما ذكرتم الواردات الكبيرة للعراق. إذن كيف سيسهم دكتور عبد الحميد هذا القانون، قانون الاقتراض، برهن الاقتصاد للإرادة الخارجية فضلا عن تسلط الأحزاب كما أشرتم وهذه الميليشيات على ثروات البلد، وما تأثيره في مستقبل الاقتصاد العراقي؟ طبعا معروف في النظام العالمي الاقتراض لا يكون كما يتصور أو يتوهم البعض، أنه هي مجرد منحة مالية تعطى لبلد وتسترد بعد حين من الزمن، وإنما مثل هذه القروض لابد أن يكون معها شروط قاسية جدا على البلد الذي يستدين منها. ومن هذه الشروط منها ما هي شروط متعلقة بسياسة البلد، تحديد بعض الإجراءات السياسية والإجراءات الاقتصادية كذلك. لذا خضوع البلد المستدين لمثل هذه الشروط يجعله خاضعا لتلك الدول التي اعطته مثل هذا المال. ومنها على سبيل المثال الناحيه، يعني من ناحيه اقتصاديه، خضوع اقتصاد البلد، قانون الاقتصادي للبلد برمته وارداته على المدى البعيد تكون خاضعه او مسيره من اجل سداد مثل هذه الديون التي في الغالب تكون ايضا عليها فوائد، وربما فوائد كبيره، وانعكاس ذلك كله يكون على حساب الشعب العراقي ومصالحه. شكرا جزيلا لك من اسطنبول دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين.